انا القصه اللي جايه دي هتكلم فيها مع هواري وهرجع لك فيها برضو اسمع تمام. فيها معلوماتك. فتوح من اسبوع كده الدنيا قامت، وفتوح بيجدد، وفتوح قاعد، وفتوح بيخلص، وفتوح الدنيا بتخلص معاه، وفتوح مكمل مع نادي الزمالك ومفيش حاجه عن في النادي الاهلي. وبعد كده اتقال لا ده في النادي الاهلي وفي نادي بيراميدز اصلا، مش الاهلي والاهلي بس. فتوح مكمل مع الزمالك، هيجدد ولا مش هيجدد؟ طيب نبدأ من الاول، نبدا من الاول ونقول للناس الانديه يلا. مبدئيا كده الزمالك طبعا النادي الملك حاليا ده عقد اللاعب واللي بيسعى للتجديد. ده انا سمعت ان زيد داخل في النادي الاهلي. ما انا لسه هكمل هجيلك هنتكلم هجيلك بكل معلوماتك. النادي الاهلي، نادي بيراميدز، وكمان نادي زيد. حلو. على الرغم من قبل الهوا عملت مكالمه مع احد المصادر المسؤوله عن التفاوض، سالته في قصه فتوح في نادي الزمالك يعني؟ لا، احد مقربين جدا من فتوح، من فتوح نفسه. سالته عن موضوع زد ده تحديدا، قلت له انا عندي معلومه ان نادي زد تفاوض مع اللاعب. قال لي لا ما تهزرش، ده معلومه ممكن ما تبقاش مظبوطه. ولكن قيل لي ان فعلا احد مسؤولي نادي زد اجتمع بفتوح وحاول يقنع اللاعب ان هياخد الفلوس اللي هو عايزها. لكن نركن بس قصه مفاوضات نادي زد، خلينا نتكلم على الثلاث انديه اللي داخلين بتقولهم قوي، وتحديدا نادي الزمالك. الثلاثه اللي فات كابتن عبد الواحد السادة كريم عقد جلسه مع احمد يحيى وكيل فتوح واحد ممثلين اللاعب يقال خاله، لكن هو مش خاله. هو حد يعني على علاقه عمل باللاعب، واللاعب بالبلدي كده مصدره يدير له اعماله ويدير له اموره وبيتفاوض بجانب احمد يحيى. اللاعب ما كانش حاضر الجلسه ديت عشان ممكن اسال سؤال بس قبل ما تكمل، معلش عشان برضو دي نقطه مهمه جدا. وجود شخص جديد يتفاوض مع فتوح غير احمد يحيى، ده سببه ان العلاقه بين نادي الزمالك والوكيل، وكيل اللاعبين احمد يحيى دلوقتي مش على ما يرام؟ لا خالص خالص. يعني رغم ان في بعض الناس سواء بقى يعني من المحتملين ان يكونوا في الاداره الجديده برضو عندهم تحفظ شويه على احمد يحيى، ولكن العلاقه بنتكلم دلوقتي احمد يحيى وكيل للعيبه كتير جوه نادي الزمالك، فانت كده كده مجبر هتتعامل معاه ده عظيم. طبيعي عظيم. طيب خليني اقول لك اللي حصل ايه. اللي حصل في القعده ان اتعرض ارقام وحصل شبه اتفاق في القعده دي، وكان في اتفاق على منحه التعاقد. منحه التعاقد ده كريم بره العقد تماما، ملهاش علاقه بالعقد، يعني اللاعب هياخد راتب سنوي ملهاش علاقه منحه التعاقد. بعد التفاوض والاتفاق على ارقام معينه حصل تعديل في الارقام دي من قبل اللاعب وممثلين اللاعب. لا امشي معايا واحده واحده. طيب. يعني هو اتفق على كام الاول، وبعد كده زاد لكام، وبعد كده كلامه اتغير ازاي؟ يعني قول لنا بقى بالارقام. طيب. تبقى الامور واضحه. خلينا نقول وصلنا لفين. ماشي ماشي. آه. وصلنا لفين مبدئيا؟ الراتب السنوي انا بتكلم صافي، صافي ده زود عليه ما يقرب من 50% عشان قصه الضرائب. 18 19 20 21 ده اربع سنين. الناس بتقول هيجدد ثلاث سنين، لا العقد اربع سنين. 18 19 21 20 21 تاني. 18 مليون الموسم الاول. 19 مليون، 20 مليون، 21 يعني مليون، اربع مواسم. احنا بنتكلم ده عقد راتب صافي، اللاعب لن يتحمل ضرائب. بتزود على الرقم ده 45% ضرائب. يعني لو هو 20 مليون فانت بتزود 45% على المبلغ ضرائب. اللاعب لن يتحمل الضرائب، انت بتتكلم ده راتب سنوي للاعب صافي. الله. ده العقد المقدم حاليا للاعب. طيب منحه التوقيع هي اللي هي عليها خلاف. انا عمال اجمع والله العظيم، عمال اجمع دلوقتي. احنا كنا في 21 وفي 19، ادي كده كام؟ ادي 40. تمام. وفي يعني انت بتتكلم حوالي 80 مليون جنيه. 60 حوالي 80 مليون جنيه. 81 تقريبا غير الضرايب. يعني الزمالك غير الضرايب، يعني الزمالك هيدفع حوالي 120 مليون. 120 مليون بتتكلم. يعني احنا بنتكلم في ارقام قريبه من كده. ده العقد المقدم للاعب للتجديد. اللاعب ما عندوش مشكله ومفيش خلاف ما بين الزمالك وما بين اللاعب في قصه الراتب السنوي، ولكن الخلاف فيها كريم الخلاف في منحه التعاقد. اللاعب اكتر من مره رفع طلباته في منحه التعاقد، وصلت لان هو رقم يقترب من 50 مليون جنيه منحه التعاقد. لا ثواني، يعني فتوح عشان يمضي تجديد التعاقد عايز في ايده 50 مليون جنيه. ما لهمش علاقه بال 80 اللي هم اربع سنين اصلا. تمام. دول منحه تعاقد هديه. فطبعا الناس المسؤوله او الناس اللي بتتفاوض او الناس اللي هتدفع قال لك مبلغ، يعني احنا ما عندناش خلاف على العقد، لكن خلاف على منحه التعاقد، يعني رقم كبير جدا، ويعني لازم الكلام يبقى بالمعقول. فالتفاوض دلوقتي لا، منحه التعاقد ننزل. اللي انا عارفه ان الناس اللي بيتفاوضوا عندهم الرغبه ان منحه التعاقد دي يبقى 20 مليون جنيه. طبعا. مش اكتر من 20 25 بالكتير. كده كده هي هديه مننا ليك، فاقبل بالهديه. لكن اللاعب بيتكلم بحجه معينه او بحاجه معينه
ان يا جماعه انا عليا يعني عندي ازمات ماليه، عليا شيكات، ماضي شيكات، عايز اسدد حاجات كتير عليا، فانا منحه التوقيع دي هاخدها منكم باليمين هوديها بالشمال. هم من الاخر منحه التوقيع بالنسبه لها مش هتزيد عن 20-25 مليون جنيه. طيب وصلنا لفين؟ وصلنا ان هم عايزين يقعدوا مع فتوح بعد العوده مباشره من معسكر المنتخب، لان التعامل في صفقه فتوح يا كريم هو تعامل كورقه انتخابيه. يعني في ناس بتحاول ان هي تجدد للاعب قبل الانتخابات. هل ممكن ده يحصل؟ النسبه مش كبيره قوي. بشكل كبير جدا بعد الانتخابات ممكن يتم التنفيذ. اللاعب قريب؟ اه اللاعب قريب، وفي تفاوض على الرغم من ان هو ما اداش موافقه نهائيه، لكن اللاعب قريب. هسالك سؤال قبل ما نروح لابو علي عشان ده مهم جدا جدا، يعني هل ممكن الزمالك يقول لفتوح لا انا ما مش هقدر ادفع لك الكلام ده كله، شكرا مش مكمل معانا؟ هل ده اوبشن موجود؟ هل ده موجود خيار على ترابيزه المفاوض في نادي الزمالك دلوقتي؟ لو تمسك بالارقام اللي بنتكلم فيها وتمسك ان هو منحه التوقيع ياخدها الرقم اللي طالبه ده، الناس ممكن تلجا للحل ده، وفي الاخر انت هو موجود والجمهور هو اللاعب طالب كذا. السؤال كريم، يا منحه التعاقد دي بتتحط تحت بند ايه؟ يعني ما مدى قانونيتها؟ يعني انا كنادي تابع للدوله هطلع دلوقتي؟ لا بص، هو التفاصيل على 20 مليون او 30 مليون. لا لا بس حاجه، لا اقول حاجه، منحه التعاقد دي بتحصل في العالم كله عادي. يعني مثلا دلوقتي لو واخد لاعب ده انا لو جايب لعيب فري من نادي تاني ممكن اديله ايه؟ ما اعرفش بقى بتتكتب في العقود ازاي بصراحه، التفاصيل القانونيه، بس لا هي ليها تفاصيل. اللعيبه اللي جددوا في الاهلي مجددين مثلا ب 15 مليون راتب سنوي، انت حاطط له برضه بند اعلانات في العقد. ماشي، دي ماشي، دي حمله اعلانيه بياخد كلامين كده مش... مع باريس سان جيرمان هو بيجدد عشان ما يسيبش، ادوله برضه رقم خزعبالي كده منحه التعاقد. وبعدين ادارات الانديه كمان هي هتحصل، وليها سكه قانونيه يعني بالظبط. وادارات الانديه ما بتتعامل يعني ان هي المبلغ ده بيحاولوا ان هو يبقى تحميله على بره، يعني بعيد عن خزينه النادي شويه. يعني ممكن، يعني بغض النظر، انت معلوماتك ايه بقى في قصه فتوح؟ الاهلي موقفه ايه في قصه فتوح؟ انا معلوماتي الاهلي عنده رغبه في ضم فتوح. مارسيل كولر رغبه فقط ولا في توقيع عقود؟ ما اقدرش اقول توقيع عقود. الاهلي ما يعني لحد يناير اللي جاي ما ينفعش يمضي مع حد. لا يعني ولو مضى مع فتوح دلوقتي العقد لا يعتد به. يعني لا ثواني بس عشان الكلام يبقى واضح، انا اقصد طبعا الاهلي ملوش انه يوقع بشكل رسمي مع اللاعب الا في يناير، بس احنا فاهمين كلنا الامور بتمشي ازاي في كل الانديه، مش الاهلي كل الانديه. ممكن اخد عقد ثلاثي مثلا واسيب الرابع بتاع اتحاد الكره ده لحد ما نشوف. بص خلينا نتخطى الحته بتاعه التوقيع دي. يعني خليها ماشي، انا مش عايز اقولها. دي نقطه خلينا نتكلم فيها مع بعض. لكن اللي اعرفه ان فتوح حساباته مش ماليه فقط. تمام، فتوح شايف ان نادي الزمالك بيمر بمشاكل كتيره جدا على مستوى السكواد بتاع الفرقه. هو لعيب كبير عايز ياخد بطولات، عنده معلومه ان زيزو ماشي في يناير هيروح الشباب السعودي. شايف ان فرقه الزمالك هتحتاج مصاريف جامده جدا عشان تجيب لعيبه وتضم لعيبه على مستوى عالي يرجعوا الزمالك تاني الوقت بتاع طارق حامد وبتاع ساسي والمجموعه القويه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، عبد الرحيم بن شرقي ومصطفى محمد والمجموعه دي. فحاسبها انه لو قعد القصه بالنسبه له مش هتبقى فلوس بس، على قد ما هو هيبقى مش شايف ان الفريق ممكن يبقى قوي. دي معلومه انا متاكد منها. النقطه الثانيه، في اتنين لعيبه قريبين من اللاعب ممكن يكونوا موجودين في النادي الاهلي دلوقتي بيتكلموا مع اللاعب بشكل مستمر على الاختلاف الكبير في التعامل، سواء ماديا او على مستوى الاسلوب وسداد المستحقات وحاجات زي كده. لا بس في نقطه مهمه، الارقام اللي بيطلبها من نادي الزمالك دي مفيش زيها في الاهلي، اقل منها في الاهلي. بس هو ده اللي اقصده، معروض على اللاعب. فاللاعب عنده رغبه ان يبقى موجود في النادي الاهلي، معلومات انه عنده رغبه يبقى موجود في النادي الاهلي. اللاعب قرايبه او الناس اللي بيديروا يعني بيديروا القصه بتاعت انتقاله عندهم رغبه انه يبقى موجود في النادي الاهلي، عندهم رغبه. فتاخد بالك قبل التجديد اللي جددته اللجنه اللي هي ما كانش اللجنه بتاعت حسين لبيب اللي قبليها. لا فتوح لما جدد مع لجنه حسين لبيب او كابتن حسين لبيب، مش مشكله، ما فرقش، بيتهيألي ما فرقش كان قريب جدا من النادي الاهلي. وكان الموضوع شبه بينتهي برضه النادي الاهلي، وكان وقفت على حاجات بسيطه وراح اللاعب جدد في نادي الزمالك، ودي معلومه انا متاكد منها. المره دي فتوح عنده حسابات كتيره جدا غير قصه الفلوس. طب وحكايه بيراميدز بقى اللي دخلت في النص دي؟ نفس قصه امام عاشور. فاكر برضه قصه امام عاشور لما اتقال ان بيراميدز واللاعب راح بيراميدز وقريب من بيراميدز؟ فتوح يا اهلي يا زمالك. يعني لحد دلوقتي يا اهلي يا زمالك. بس الرغبه بتاعت اللاعب واللي انا متاكد منها ورغبه من الناس اللي حواليه والكلام مع اتنين من اللعيبه الكبار اللي بيتكلموا مع اللاعب دلوقتي على اللي بيحصل في النادي الاهلي، مع حلمه بالمشاركه مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، مع حاجات كتيره
مخليه اللاعب قريب من النادي الاهلي، والكلام مع وكيله اللي هو في نفس الوقت كان وكيل امام عاشور، وكيل كهربا، وكيل عدد طيب. كتير من اللعيبه في الدنيا قريبه اكتر من الانتقال للنادي الاهلي. ممكن تحصل فضل. مستجدات وارد اللاعب موجود لمده 9 شهور في نادي الزمالك، في 3 شهور لحد يناير، ومن يناير لحد انتقالات الصيف في 6 شهور لسه، وارد تحصل مستجدات. ما تعرفش الامور تمشي ازاي، لكن بنقول لك التصور او المعلومه اللي عندي من مصادر مقربه جدا من اللاعب. نقطه بس يا كريم في حته الاهلي مش هيدفع الارقام دي لامام لفتوح، هي نفس الارقام على فكره. لا قريبه لا 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 لا. مستحيل. اللعيبه لما جددت ايوه هو الاهلي بيعوضه زي ما انت قلت بنسبه اعلانات، لكن في الاول او في الاخر لما اللعيب في الاهلي ياخد 15 صافي، هي 15 من 19، الفروقات مش ضخمه زي ما الناس متخيله. لكن في نفس الوقت منحه التوقيع دي انا بعوضها للعيب بحمله اعلانيه، فبياخد له مثلا في الحمله الاعلانيه 20-25 مليون، فانا عوضت كل واحد وليه طريقه في التفاوض. هي العقود قريبه. انا بقول لك انت بتتكلم في 50 مليون. الزمالك حاليا مش اقوى من الاهلي ماديا عشان يدي عقود اعلى من الاهلي، خلينا متفقين، لكن العقود قريبه. يعني العقود لا بس هنا هوري بقى في نقطه مهمه جدا هتناقش معاك فيها برضو. هو ممكن في ازمات كبيره ماليه دلوقتي في نادي الزمالك ومشاكل بسبب ايقاف القيد والمستحقات الخارجيه والداخليه، بس في نفس الوقت زي ما انت لسه قايل من شويه، هو هيبقى فتوح ورقه انتخابيه مهمه جدا طبعا، فكون ورقه انتخابيه ده يخليك مضطر اسفا دي اللي بقول المفاوض يعني بيقعد يفكر كده، ان انا اوافق على كل طلبات اللاعب عشان اخلص اموري. فهو في العادي زي ما انت قلت دلوقتي الزمالك ما يقدرش يدفع ارقام خزعبليه وكبيره بالزبط. بس في حاله فتوح عشان ورقه انتخابيه ممكن يدفع ارقام كبيره. هي ما انا زي ما قلت لك يا كريم، الخلاف في منحه التعاقد التفاوض اللي بيحصل في منحه التعاقد دي ان هي تتخفض، فانتهت خلاص القصه انتهت بالنسبه. طيب ابو علي رمى حته كده في النص وبكده بس ما رضيتش اقطعه يعني، وقال لك زيزو رايح الشباب في يناير، عندك معلومه؟ بص الشباب كان حاطط زيزو ضمن اهتماماته لحد ده مخلص كل حاجه، مخلص كل حاجه لحد التوقيع اتفاق خلصان اللي كان الاتفاق خلصان يعني، لكن ما جددش تاني التفاوض مع اللاعب او مع والده اللي هو ممثله القانوني او وكيله، ومفيش اتفاق من دلوقتي على ان طيب النهارده 10 احنا اهو في الحلقه برضو. ربنا يدينا طول عمره طيب. يتقابل تاني بالك بس عشان نتكلم طيب. في حته اولا زيزو حالته مختلفه عن فتوح. ليه؟ فتوح في يناير فري يمضي من غير الرجوع للنادي الزمالك، ولكن زيزو انت لما تيجي تمضي في يناير لازم تمضي بموافقه نادي الزمالك، النادي الزمالك هيبيعك طبعا. هل المجلس اللي جاي ده هيبدا كده علاقته بنادي الزمالك وبجميع نادي الزمالك بسم الله الرحمن الرحيم احنا جايين نبيع زيزو كان اللي قبل كده عملوها فانا ما اعلمه ان زيزو مش مطروح للبيع الفتره الجايه. طب زيزو كان هيتباع بكام في الصيف؟ حد عنده معلومه؟ الرغبه ولا الكلام التفاوض؟ يعني ايه الرغبه ولا كلام التفاوض؟ يعني اللي الزمالك كان عايزه وقتها من مجلس الاداره ولا اللي اتعرض من الشباب او اللي والده يعني قاله؟ كان الامور بدات بـ5 وصلت 7-8-9، لكن نادي الزمالك كان عايز يوصل لـ10 و11 و12 وارقام كده. 10 مليون ماشي، بس في حاجه في قصه بس مش وقتها. لا قول. لا ماشي. بس هي كده هتوصل ل 10 مليون. ما انا بكلمك في وكان كده. وكان الموضوع خلصان. بس طبعا. بس لو كانت وصلت ل 10 مليون. 10 مليون دولار. برضو شوية حركة كده من وكلاء ولعب وارقام وحاجات بتروح وتيجي هي اللي عطلت الموضوع، فطبعا زيزو شال القصة دي فيها يعني، وفي نفس الوقت يعني الزمالك استفاد من بقائه يعني. طيب. نرجع للنادي الاهلي. ماشي. ونكمل مع فتوح بعد بكره. نكمل. شكلك شايل قصص كتير. هو عايز يكمل مع فتوح. هو نفسه. لا خالص.